رغم إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة شمال غرب سوريا، إلا أن خارطة انتشار أطراف النزاع هناك وخاصة على خطوط التماس ما تزال بين مد وجزر، كما أن الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار هي العنوان الأبرز لمعظم الأخبار القادمة من تلك المنطقة. فبعد ساعات من سيطرتها على عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي دون قتال، انسحبت قوات النظام السوري من تلك المناطق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد قال إن قوات النظام انسحبت من معارة موخص والبريج الواقعة بمحيط كفرنبل بعد سيطرتها عليها يوم السبت، مبينا أن الانسحاب جاء عقب قصف مكثف نفذته الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الجناح السوري لتنظيم القاعدة. في الأثناء تزامن غياب الطائرات الروسية وطائرات النظام مع تحليق لطائرات مسيرة تابعة للاحتلال التركي بريف محافظة إدلب عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون. وكانت قوة النظام قصفت يوم أمس بنحو 25 قذيفة مناطق في قرية البارة وسفوهن والفطيرة بريف إدلب دون معلومات عن خسائر بشرية. مركز قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا أعلن عن نحو 20 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة شمال غرب سوريا، وذلك عقب 6 خروقات سجلتها القاعدة الروسية في اليوم الأول من بدء سريان الاتفاق. رئيس مركز قاعدة حميميم أوليغ جورافليوف قال في موجز صحفي إنه تم رصد 19 انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية خلال الساعات 24 الماضية. جورافليوف أضاف أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية وصلت دورياتها في عدد من المسارات بمحافظات حلب والرقة والحسكة، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارات عدة انطلاقا من مطار مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.